السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودائما معكم بالعلم تاجي الناطق رسمي لعصبة الدار البيضاء سطات، ونحن نتواجد عند أحد أبطال جمعية حي عادل البطل كمال بورعلاس اللي كيحقق واحد الإنجاز كبير وكبير جدا ضمن مسابقة مدينة بويقرا وضمن عصبة مدينة الدار البيضاء في هذه المسابقة، ونشوفوا البطل ديالنا كمال بورعلاس كيفاش شاهد المسابقة وكيفاش كان الإعلان ديالو الأخ بورعلاس. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاعلان مزيان، واخا انا ما حضرتش الحميمات، جيت حتى ثلاثه، انا عاد طلعت لقيت الحمامات مديكلاري، ومسابقه بالنسبه ليا انايا ناجحه، دخل واحد 80% ديال الحمام الحمد لله. وكيفاش كان الاعلان ديالك؟ الحمام لقيتي معاه شي صعوبه ولا؟ لا ما حضرتش. لا ما خليتي حتى واحد في المنزل؟ لا كان حتى واحد، جيت لقيتها قللت كوستاطا لقيت. مبروك عليك الاخ كمال. وبالنسبه للحمامه شنبوره كبيره، شنبوره كما كتشاهدوا معنا في الصوره، هذه هي الحمامه المعلن عند البطل ديالنا كمال بورعلاس 2015 بطل جمعيه حي عادل وبطل عصبه الدار البيضاء. كما كتشاهدوا معنا في الصوره حمامه 2015. مبروك عليك الاخ كمال. وبالنسبه لهذه الحمامه الاخ كمال بيديغري ديالها ولا؟ هذه دوكلاك 100% دوكلاك. دوكلاك الحمد لله. وعندها شي انجازات في هذا الموسم ولا؟ شنبوره بالنسبه للين عنده انجازات معايا بزاف، من هذاك العام راني تنضرب في العصبه وكل شيء الحمد لله. وبريباراسيون ديالك الاخ بورعلاس في هذا الاسبوع هذا قبل ما تهز الحمام؟ البريباراسيون ديالي انايا راه غير احنا غير مبتدئين، يلاه كنتعلم يلاه مبتدئ. وعلمتي من اكبر المسابقات في الدومي فوق بالنسبه لهذه المسابقه ديال مدينه بويقرا، ومبروك عليك ثانيه الاخ بورعلاس، ونشوفوا احد رموز هذه الهوايه في مدينه الدار البيضاء الاخ الركراكي جابر الركراكي عن جمعيه حي عادل اللي غيتكلمنا اكثر. كيفاش كتشوفوا الاخ جابر البطل ديالكم كمال بورعلاس؟ كمال بورعلاس كما جرت هذا هذيك السنه الفارطه راه كان دائما من الاوائل في جمعيه حي عادل، وكان دائما من الناس المتواجدين في عصبة الدار البيضاء، وهذا الشيء ماشي زعما جا على فراغ، راه الانسان راه كيعمل وكيقلب على حميمات، راه حميمات من نوع جيد اللي عنده، راه دمو ما عنده من ماشي غير ذاك، راه عنده حميمات حلوين، ما عنده زهار، ما عنده ياك كاين الخير تبارك الله، راه ماشي وكما بورعلاس راك عارف دائما كيكون من الاوائل في هذه المسابقات ديال دومي فون، وحتى في الفون راه كيكون دائما من العشر الاوائل اللي كيكونوا على العصبه ان شاء الله، وخاصه المسابقات الحرجه لما يسمى بالمبطل الاخ الحي جابر. وكيفاش كتشوف البطل ديالنا كمال بورعلاس داخل جمعيه حي عادل؟ وداخل جمعيه حي عادل راه من الموالي اللي كيكونوا دائما من المتواجدين الاوائل، دائما كيكون حاضر في جمعيه حي عادل. الحمد لله ومبروك عليه. وكذا البطل ديالكم في جمعيه ديال حي عادل، وهز درابو ديال جمعيه حي عادل، وتعلم بالاوائل في مسابقه ديال مدينه بلكور، ربما المركز الاول او الثاني او الثالث، المهم مبروك عليه، نتيجه جد ايجابيه. تشكرك الاخ كمال بورعلاس، وتحضر معنا واحد البطل من مدينه ولاد برحيل الهادي محمد الغني على التعريف، معروف جهة سوس مصدر عالي، غيتكلمنا اكثر كيفاش كتشوف هذا البطل ديالنا كمال بورعلاس في هذه المسابقه ديال مدينه بويقرا. اولا كنحييوك السي اللاجي على المجهودات اللي كتقوم بها، والسي كمال راه بطل كبير وخير دايرين البرهان اللي الاعلان ديالو في هذه المسابقه. هذه المسابقه اللي جد شيقه، وراه الوقت ديالو خير على كل شيء. هذاك الشيء اللي كنشكرك الاخ محمد. نتمنى له التوفيق ان شاء الله في المسيره ديالو، وكنشكروه على كرم الضيافه راه استقبلنا مسكين وطلع فينا رحمه. كنشكرك الاخ كمال، اخر كلمه بالنسبه لك الاخ كمال. كنشكرك السي بالعيد، مرحبا بك، حتى جيتي عندي. بارك الله فيك. شرف كبير. كنشكرك على المجهودات اللي كدير. والله يجازيك. كنشكرك بزاف الاخ الحاج جابر، كيفاش شتي العصبه هذا الموسم هذا؟ واش غادي ارتاح السون ولا كاين شي؟ والعصبه الحمد لله راه غدا ذاك غدا مزيان، والجمعيات كلهم كيتلقوا في واحد العدد كبير، وكيبرزوا واحد ابطال، كل تلقى كيبانوا الابطال زعما على صعيد عصبه الدار البيضاء كيتالقوا،
وكنتمناو التوفيق لكل المنخرط في هذا اللواء العثماني، نتمناو ليه التوفيق ونتمناو له يكون من الاوائل ديكلاري ويحرز حتى هو على رتب مشرفه، وكنتمنى للعصبه المزيد من التالق والازدهار في هذه الهوايه هذه، والحمد لله راه غادي مزيان، وكنتمنى اليوم غير التوفيق ان شاء الله. تنشكرك الاخ جبير الرقلاقي عن جمعيه حي عادل اللي كتوجد معنا في عمليه الكنترول مباشره عند البطل ديالنا كمال بولعراس، بطل جمعيه حي عادل وبطل ايضا عصبه مدينه الدار البيضاء، والانجاز الكبير اللي قدموا في هذه المسابقه ديال مدينه بيكره. ونخليو الكلمه للاخ بولعراس باش يعطينا التوقيت، التوقيت بالضبط باش المشاهد الكرام يتعرفوا على التوقيت الاعلام بالديكلاراسيون. الاخ بولعراس 13:56 دقيقه. مبروك عليك، انجاز كبير وتوقيت جيد جيد بالنسبه لعصبه الدار البيضاء وايضا جمعيه حي عادل، وهذا كل ما يتعلق بالبطل ديالنا كمال بولعراس بطل جمعيه حي عادل وبطل عصبه مدينه الدار البيضاء. ومن هذا المنبر تشكر جميع الاخوان ديالنا المغاربه المتواجدين سواء في الوطن العربي، اوروبا، امريكا، المملكه المغربيه خاصه. الى هنا نستودعكم الله وفي امل اللقاء بكم مره اخرى ومع بطل اخر ومع مسابقه اخرى في امان الله.